انت اذا بتعالج حيوان بتكلبشوش، بني ادم بتكلبشو. اطلع بوسطة، اقعد في البوسطة 14-15-16 ساعة، 16 ساعة وانا محشر بول، 16 ساعة وانا محشر بول. هذا بيؤدي لكثير مشاكل، بيؤدي لكثير امور، وفعلا بعد سنة سنتين ادت معي لانه صار معي سرطان. طبعا مصلحة السجن تتعامل معك انه بتبدأ تسوي لك علاج، بتوديك على من؟ على هو اللي عبارة عن قسم الرمل اللي هو مسلخ الرمل. مسلخ الرمل تبلش معك الأوجاع، تبلش معك تتفاقم الشغلة، تتزايد، وهم بتعاملوا معك بموضوع مسكن، بعطيك حبة أبتوبلين، بعطيك حبة صفراء 250 عيارها، وبقول لك هذا اللي عندي. طبعا هم بيستنوا في المرض يمشي، بيستنوا في المرض انه يوصل لحد انه يعطيك كيمياء مثلا 13 جلسة 14 جلسة 19 جلسة، يقول لك بعد هيك خلص خلصنا ما بقدرش نعطيك كيماوي. طبعا يا ريت بعطوك كيماوي بشكل جيد، بعطيك كيماوي وانت مكلبش. فعليا احنا كل الناس بيعرفوا انه موضوع المرض بغض النظر سرطان انفلونزا عامل نفسي، مريض سرطان بقعد تقريبا 6 ساعات باخذ جلسة كيماوي، 6 ساعات بتحط كلبشات بايديه، وعدد الكلبشات تنتين هاي ايديه. لحد اليوم أنا بعاني من حروق نور الكلبشات، وفي الأرجل بتحط كلبشتين. وين صارت هاي؟ أنت إذا بتعالج حيوان بتكلبشوش، بني آدم بتكلبشو. كنت أنا لازم أكل بطاطا، بندورة، خيار، أشياء يعني نباتية. هم كانوا يوفروني لبن ولحم ودجاج ورز وبكلي وحمص ولبن وجميع البكليات، وانا لازم يتوفر لي الدواء كمان اخرى، وهم ما وفروا لي شيء. كنت استنى يوم بعد يوم انه على 18 خلاص وتروح منه، بس لما اخذوه على 17 الدكتور حكى لي، لما اتصلت عليه يوم اخذوه حكى لي بنزل بغيبوبه لانهم بهملوا فيه. قعدت في السجن عفر شهرين، تفاخمت حالتي، ودورة السجون لم تطلعنا على مستشفيات لتكميل علاجي. بعدها قرروا الأسرى في عفر انهم يضربوا عن الطعام، ولما عرفوا إدارة السجون اطلعوني الى مستشفى القدس أرسيدك. وبعد ما طلعت قعدت ساعتين غاد، قلت له عيني مغبشات، ودينا دكتور العيون أعطاني كترة، وبعد ساعتين رد أعطاني كترة، بعدها أعطاني ورقة الإفراج وأنا مربط على السرير. بعد ساعتين فت في غيبوبة، 8 أيام طلعت فقد البصر. كيف لأنه صح من الغيبوبة هكون ميت، بس لما حكى بشوفش انا بفكر يعني ساعات يوم يومين انه مغبشات من الدواء من المرض ومن بس فجأة انه صار يحكون العصب تلفان. صحيت من الغيبوبة كانت لحظة صاعقة علي وصاعقة على اهلي، اني انا فت السجن عفر في بصري 100%، طلعت من سجن عفر ومن المستشفى فاقد البصر كليا. اليوم بده كله عناية، بده الصبح لما يصحى يبقى الفطور جاهز واغير له واجهزه، بده على المدرسة كان ايام المدارس. بعد ما فقدت البصر كليا بطلت العب مع اصحابي، دراستي صعبت علي، يعني بكيت اقدم في امتحانات الثانوية العامة، كانت صعبة الدراسة علي، كانت صعب التقدم علي،
في الامتحانات الثانوية العامة واختلفت علي كلياً. بطلت أشوف أهلي ولا أصحابي ولا ألعب معهم. بعد ما أنا أعطونا إياها الملف الطبي، يعني لما أعطوني إياها ما قدرتش أحملهن. الزوار اللي كانوا معنا ساعدونا، وزنتنا لما جيت 8 كيلو وزنهم، وهسه ملفات جديدة ما رضي يعطونا إياها لأنها أسوأ من أول 100 مرة. قبل 5 سنين رحنا نزوره، كان ما في إشي في الدنيا. روحنا من عنده اتصل بحكي لي يما وصلت البيت تعبتوا على الطريق، بقول له لا الحمد لله يما هينا وصلنا وروحنا والحمد لله ناحي احنا. والله تاني يوم اللي هم بتصلوا بحكوا لي تتفاجأ ايش اذا سمعتي خبر على التلفزيون عن سامي، بقول لهم امبارح زرته سامي ما في اشي وحكي معنا بعد الزيارة. فجأة قعدت عند التلفزيون اسمع الاخبار اللي هم بحكوا انه سامي حالته حرجة، سامي نقلوه على المستشفى بغيبوبة، سامي عملوا له عملية، سامي حالته في خطر. ما صبروش عليه يومين وودوه على مستشفى الرملة لما عملوا له العملية استئصال ورم 80 سنتي، اخذوه سيارة البوسطة كان الجو 50 تلوث جرحه وتسمم دمه وبعدها دخل في غيبوبة. وهسه في الوقت الحاضر بيحكوا لنا انها الكتلة كبرت من 5 سنتي ل 8 سنتي، بطل جسمه يتقبل العلاج، بطل يعطوه كيماوي، 24 ساعة منيمينه، اللزقة اللي بحطوا له إياها على ظهره بقول لك ولا مريض في إسرائيل أخذها لحد هسا، بدوا فيها من 50 هسا ل 300. سامي بعتني فيه أخوه طبعا بعد معانا، ما مش في السهل يعني ودوا أخوه معه، أخوه دخل الزنازير أضرب عن الطعام، منع الزيارة، منع عنه الكنتين 6 أشهر وهو يعاني، ما زرناهوش نروح نزور أخوه ما يخلوهوش ينزل عنا نشوفه، لا راح يخدم أخوه لأنه أخوه ما بقدر يخدم نفسه، تعبان بطعمه بشربه بحممه بقدرش يعمل إشي، الوجع بفاركوش 24 ساعة يتوجع ما بصحوش إلا موعد الدواء بس، أغلب المرات بروح أزوره ما بقدر يقابلني، بطل جسمه يتقبل العلاج. كل ما بالها حالته بسوء هو نفسه يروح، أي محامي أي حدا بزوره بقول له نفسي أموت في حضن أمي، وأنا بدي ابني يجيني في نفس، بديش يجيني بكيس أسود، بقول لك لو ساعة بدي أروح.